بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفه بسيطه ونستغلوا فيها بما انه موسم موجود فيه اليقطين، واليقطين نعرفوا الفوائد تاعو. راح نديروا فلان ان شاء الله. كاين ناس بزاف يقعد عندهم يقطين ما يقدروش واش يديروا به. اولا عندنا يقطين تحكموه تقشروه تنظفوه تحطوا له شويه ماء وشويه سكر وفي الاخر وقرص قرصه ملح، وفي الاخير تحطوا له شويه فانيليا، وكي ينشف من الماء خلاه ويطيب ينضج ترحيوه يولي لنا هنايا بيري طحين. كيف نقولوا حنا عصيده تاع اليقطين. وعندنا علبه فلان تاع كراميل، وعندنا هذو ماهيش ضروريه، انا فقط عندي خدمتهم قشور البرتقال درت لهم العسل عسلتهم وخدمتهم هكا كفواكه جافه. راح نزيدهم في الوصفه، نتوما ما عندكمش ما ديروش. وعندي عطر ليمون، وعندي شويه فانيليا، وعندنا سكر حسب الذوق. نعرفوا هذا حلو، وهنا حطينا ثانية شوي سكر، وعندنا مغرفة تاع النشا ملعقة نشا، وعندنا نصف لتر حليب. نظن انها واضحة، وراح نزيدو نعاودو المقادير في الوصفة في الطريقة ان شاء الله. نحطو نصف لتر حليب تاعنا على النار، ونحطو له الاخر النشا. حطينا الحليب، نحطو الفلو تاعنا، ونحطو ملعقتين سكر، نحطو 2 ملاعق، ونشوفو يعني السكر يبقى حسب الذوق دائما. هنا حطيت ملعقتين النشا، راح نحط فيها شوي حليب نذوبها. ها هي حطيت منها الحليب من نفس الكمية، وراح نخلطها به ما تكعبرش ما ديرناش حبيبات، ونزيد نضيفوها الخليط. بعد ما حركت النشا ملعقة النشا مع الحليب نضيفوها الخليط، ونضيفو كذلك الطحين تاعنا تاع اليقطين. نخلطو المقادير. نعرفو فوائد اليقطين عديدة، فهو مضاد للأكسدة، مليح للمعدة يعني ملين الأمعاء، ومضاد للإمساك، مفيد للكلى، مفيد للرئة، للسرطانات عافاكم الله وعافانا، مفيد لغدة البروستات للرجال خاصة، يشفي من أمراض عديدة، مليح للجمال للتجاعيد. ونعرف كما تعرفوا قصة سيدنا يونس أنه هذا هو اللي يعني اللي شفاه من بطن الحوت، حيث دارت له تقرحات من بطن الحوت ما تقيسوش الشمس. كذلك يداروا نبت لو شجرة اليقطين، يعني يروحوا للمصحف تلقاو كل شيء باش ولا ياكل منها ويدهن في الجسم تاعو، ومفيد لتقرحات الجروح. المهم فيه عدة فوائد كثيرة كثيرة، يعني هذا واش نفكر منها. تحبوا تزيدوا تطلعوا عليه روحوا شوفوا، مضاد كل شيء للتجاعيد، المليح للصحة، كل شيء يعني، ومغذي ومهدئ للنفس، يزيل الهم والحزن. يعني الرسول هذه السنة، يعني الرسول كان يحب أكل اليقطين، احنا ثاني لازم نقتديو به. هذه هي نكمل نخلي الحوايج تاعنا يطيبوا، نزيدوا شوية عصير ليمون، هذا اختيار منكه باش ما تحسوش باللي يقطين هكا، تنحيو باش ما يفيقوش الأطفال، نعرفو ما يحبوش الحوايج هذه. وراح نزيد أنا شوية من الفواكه هذه ماش ضرورية، تعطيني نكهة. تاع البرتقال روعة، خدموها وخبيوها تبقى مدة طويلة، كانت عندي مخبية. هذه هي وقرصة ملح، نعرفو قرصة ملح هكا فقط. حطينا شوية تاع لخر، نحطو شوية فانيليا هكا باش نقضيو على رائحة اليقطين ولا كاش طعمة هكا تاعها. نبقاو نحركو، السكر حسب الذوق، وخلاص يعني مكونات بسيطة وسهلة. تقدروا بنفس الوصفة ديروا عصير برتقال، وشيه ديروا 3 ملاعق تنشا، وتقدروا ديروا ثاني مبشور برتقال فيه بدل من هذا الفواكه المجففة. نعرفوا بلي يتوالموا مع الاخر اليقطين، ويجيكم له ذوق رائع. كان وصفات عديدة ان شاء الله نديرها لكم باليقطين. هذه هي انا فيه فوائد كثيرة، نعرفوا بلي ما يحبوش بزاف اليقطين هنايا. احنا نقولوا لها الكابويا، وافضل انواع الكابويا يعني بالنسبه لي انا البرتقاليه، هي فيها انواع كثيره، فيها اللي تجي خضراء من برا كما احنا هنا في الجزائر عندنا البرتقاليه والخضراء، وكاين اللي تجي سوداء، وانواع كثيره احنا ما عندناش هذوك الانواع.
لاحظوا الخليط تاعنا ابتدا في الغليان، راح نطفي عليه. بالنسبه للوصفه اللي درت لكم تاع جوز الهند، نقول لكم الاحسن ديروها في بلاطو، يعود الحافه تاعو ماهيش عاليه باش ما يديركمش وقت في الطهو تاعو. وخلاص يعني طيب على درجه حراره 180. كاين اللي سقساوني وراح نزيد نجاوبهم. هذه هي من الاحسن ديروه في بلاطو وكما نقولوا العادي هذوك تاعنا تاع الالمنيوم باه ما يطولكمش في الطياب ويجيكم احسن. يعني انا درتو هكا ودرتو هكا، لقيت اللي يطيب في بلاطو مول هابط احسن من اللي يطيب في مول عالي، خاطر الحراره ما تلحقش الحواف بسرعه. فقط هذه نصبوا الخليط تاعنا في اناء اللي عندكم ولا كؤوس، دائما كي تحطوا في كؤوس حطوا ملاعق كون يتكسر لكم كيسان، ملاعق صغيره هكا باش ما يتكسر لكمش تحميوهم هكا، ونخليوه يبرد كيما الفلون عادي. وخلاص كي يبرد ان شاء الله نعتوه لكم. ان شاء الله تعجبكم وصفه سهله ونقدروا نستغلوا اليقطين بلا ما نكلحوا الاولاد تاعنا، نلوحوه لهم في وصفات هكا باش ما يفيقوش باش ياكلونا الخضر. هذه هي نعرفوا بلي الخضر هذه والسلق وما يحبوهمش الاطفال، هذه حيله يعني. ان شاء الله نتلاقاو من بعد في كي يتجمد ونعتوه لكم. او الفلان تاعنا تاع اليقطين جربوه ان شاء الله يعجبكم. فقط انه ها هي درت هذو في كؤوس فرديه، ها هي من احسن ديروه هكا ما تقلبوهش، خاطر هذه الوصفه ما تقلبش، تاكلوها هكا بالملعقه وخلاص. هذا درتو جماعي مع بعضنا ان شاء الله، وهذو فرديين اللي يحب يدير كيما هكا اللي يحب يدير كيما هكا. وخليوه يبرد مليح باش تناولوه بايجيكم لذيذ وحاكم روحو هكا كي الفلو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وهي فيها فوائد يعني كثيره مغذيه. وهذه هي وكما قلت لكم الوصفه تاع جوز الهند، ديروها في قالب يعود هابط الحاشيه تاعو وخلاص احسن، ودرجه حراره متوسطه في الرف الوسطاني. وهذه هي طريقتها سهله حتى هي، وان شاء الله تعجبكم كما فيها يعني فوائد المعجون وجوز الهند. بقاو على خير ان شاء الله تعجبكم، وتهلاو وخليوها هكا وتناولوها هكا فقط من الاناء، خاطر هذه ماشي من الوصفات اللي تقلبوا، ماشي كيما الكريم كراميل هذاك. هذه فقط كنصيحه، وبقاو على خير.